فيديو النهارده هنتكلم عن الفرق المشاركه في كاس العالم للانديه 2023 المقام في المغرب. عندنا اول فريق هنبدا بيه هو الاهلي المصري ممثل قاره افريقيا. المشاركه اللي جايه ديت هتكون المشاركه الثامنه ليه في كاس العالم للانديه. عندنا الاهلي تاهل بسبب ان هو البطوله هتتلعب في المغرب، والوداد اصلا فاز بدور ابطال افريقيا، يعني المفروض الوداد هو اللي يشارك، لكن قالك ما ينفعش فريقين من المغرب يشاركوا في البطولة، يعني واحد يبقى مستضيف واحد قارة افريقيا فيبقوا الاثنين مغرب. قالك لا، قالك واحد يبقى المستضيف هيكون من المغرب وقارة افريقيا هناخد الوصيف اللي هو مين، اللي هو الاهل المصري. عندنا تاني فريق هو الوداد، هو المستضيف لكأس العالم الاندية. المشاركة الجاية ديت هي المشاركة التانية ليه. عندنا ممثل قارة اوكيانوسيا هو اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي دوت فريق نيوزيلندي شارك 9 مرات، المرة الجاية ديت العشرة ليه، ويعتبر من اكتر الفرق اللي شاركت في كأس العالم الاندية لان القارة بتاعتهم صغيرة، فما فيش غير الفريق دوت تقريبا هو اللي بيشارك بس من قارة اوكيانوسيا. عندنا فريق سياتل ساوندرز هو فريق امريكي ممثل قارة امريكا الشمالية. المشاركة الجاية ديت هي اول مشاركة ليه في كأس العالم للاندية. عندنا الهلال السعودي هو بطل قارة اسيا، ولكن هو بطل قارة اسيا النسخة اللي فاتت، المرة دي البطولة ما كملتش فخدوا بطل النسخة اللي فاتت، فعندنا الهلال السعودي المرة دي هيشارك المرة التالتة ليه في كأس العالم الاندية. عندنا ريال مدريد هو بطل قارة اوروبا. عندنا المرة الجاية دي اللي هيشارك فيها هي المرة السادسة ليه في تاريخه. عندنا فريق فلامينجو البرازيل هو بطل قارة امريكا الجنوبية، والمشاركة الجاية ديت هتكون المشاركة التانية ليه في كأس العالم للأندية. بكده يكون عندنا 7 فرق مشاركة من 6 قارات، طبعا بيبقى 6 قارات هما بيشاركوا واحد مستضيف، يبقى كده 7. فنشوف كأس العالم هيحصل فيه ايه. عندنا البطولة هتتلعب من يوم 1 فبراير 2023 ل 11 فبراير 2023، وأول مباراة هتتلعب هتكون مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.